طيب قبل ما اروح للدكتور محمد الباز، مختلف الشعوب العربية النهاردة بعد صلاة الجمعة عبروا عن غضبهم فيما يجري في قطاع غزة والأراضي المحتلة. الملفت هو الشعب المصري اللي ترجم ده مش في شعارات ولكن في عمل حقيقي أيضا بحملات مكثفة للتبرع بالدم، يعني أكتر من 15 أو 20 نقطة النهاردة في مختلف المحافظات حملات تبرع بالدم اللي بيقوم بيها الشعب المصري. دكتور محمود، ده انت لو بتفسره حتى بتفسره في ايه؟ السلوك المصري العفوي. خليني اقول لك اللي انا ملاحظ المره دي، ان درجه التوعيه عند الشعب المصري غير ما كان في 2008، غير 2008 في درجه من النضج. الناس شافت كتير، الناس متعاطفه مع غزه ومع فلسطين بالعمل مش بالشعر، كبير جدا واخد بالك، بدون مزايده وبدون ضغوط على القيادة السياسية، بل بالعكس ثقة كبيرة في القيادة السياسية وثقة كبيرة في قراراتها. المرة دي الأمر مختلف، الأطفال الصغيرين حتى متعاطفين جدا، وأعتقد بيتابعوا الشاشات وبيتابعوا، والحملات التبرع بالدم كبيرة، ولدرجة أن الهلال الأحمر أعتقد الثلاجات عنده اتملت وبقت في مشكلة، لأن المصريين في مع القضيه الفلسطينيه ومع القضيه زي ما انت قلت في الاول، هي 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 ليست قضيه مصريه ولا قضيه اقليميه فقط، هي قضيه انسانيه. قضيه انسانيه، ما يحدث في غزه انتهاك لكل معايير الانسانيه اللي كل العالم زهقنا بيها كلام، لكن في فعل لما هو الانسان يعني العالم يعني فقد نطقه. لا 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 لا، يعني انا بطالب يقدر يقول كلمه حقوق انسان فيما يجري في غزه الان، كله تراجع. امبارح المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجيه الامريكي ورئيس الوزراء نتنياهو، فجاجه يعني امر فيه فجاجه، يعني الناس بتتكلم بفجاجه، بيتكلموا على حماس. فين بقى هيومن رايتس ووتش؟ وفين الجمعيات دي؟ لا، بيتكلموا على ان حماس بربريه وان البتاع بربريه، ومحدش بيتكلم خالص العفو الدوليه على المدنيين اللي بيقتلوا في غزه، محدش بيتكلم خالص على الاطفال اللي احنا شفناهم. في صور احنا يعني استاذنا امبارح المشاهدين في عرضها ومش حابين نكرر عرضها تاني، لاطفال الرصاص فيه لسه رضع. يعني انا نفسي وبطالب وزير خارجيتنا الوزير سامح شكري مع وزير خارجيه الاردن مع وزراء خارجيه الجزائر مع وزراء خارجيه بعض دول الخليج، انه لازم يقوموا بجولات في اوروبا والخارج ويفضحوا هذه الممارسات بالصور دي، لان ما ينفعش نتعامل معاهم برضو ان اللي بيقولوه هو الصح، بدليل ان بايدن لما قال ان هم قطعوا رؤوس الاطفال الاسرائيليين، البيت الابيض رجع قال لا، ده كان تصريح غير دقيق. يعني ده اعلى، احنا بنتكلم على اعلى رئيس في اعلى دوله بيقول كلام وبعدين بيرجعوا فيه. وفي قضيه نفس القضيه اللي بترجعنا ايام النووي بتاع العراق، فاكر لما كانوا قال لك في نووي في العراق وبعدين قال لك ما فيش نووي في العراق بعد ما العراق اتدمرت، فنفس الامر. فعشان كده انا بطالب وزير الخارجيه ووزراء الخارجيه العربيه لازم يقوموا بجوله في اوروبا ويوضحوا للغرب المآسي اللي بتحصل في غزة وفي فلسطين.